أخت هاني، أهلا وسهلا فيكي. أحسنت. بدنا نبدأ. أول شيء تقولي لنا مين أنتي، احكي لي شوي عن حالك، اسمك، خلفيتك، عائلتك، من وين أنتي، شو بتساوي؟ البداية أنا بدي أشكر حضرتك على حسن ضيافتك لإلي واستقبالك لإلي وإعطائي هذه الفرصة بأن أنا أطلع على شاشة تلفزيون القدس التربوي. اسمي هاني العساوي، اسم عائلتي هاني عبيد، ولكن هاني العيساوي هو لان انا تابعه لقريه العيساويه، من قريه العيساويه بالقدس، ولكن سكن مدينه اريحه. اوكي. حاليا انا بشتغل في جمعيه الشبان المسيحيه على مشروع اسمه فرق الدعم النفسي في اريحه. في اريحه. وجديد اتخرجت من كليه العلوم التربويه، تخصص ارشاد نفسي وتربوي، ماجستير في الجامعه. بالضبط، الجامعه. طلعت شهادتك اليوم، جاي اشوف اذا طلعت الشهاده راح اخذها اليوم، يمكن اليوم اخذها. بس ما هو الشهاده لازم تطلع بعد ما تقر، ولا انا غلطان؟ بالضبط، هو الاقرار تم من اجتماع الاقرار، ولكن بتوقع ان التسجيل، اجراءات التسجيل، ان هي هلا عم بيشتغل باجراءات التسجيل، المفروض انه نستلمها هذه الفتره. يعني انت بتفترضي انه ممكن شهادتك تطلع بدون ما يقرها مجلس جامعه او مجلس امناء؟ لا اكيد لا. أكيد لا. طب قولي لي، بدي أرجع لورا شوي. هلا العيساوي، يعني أنت انولدتي في العيساوية؟ ولا بس عيلتك من العيساوية؟ عيلتي من العيساوية، والجزء من عيلتي بالعيساوية، والجزء من عيلتي بأريحة. طب في سبب ليش رحتوا من العيساوية أريحة؟ يمكن هذا اختيار جدي، بأنه هو حب أريحة. أريحة هي بلد تنحب. والعيساوية؟ والعيساوية كمان تنحب. بعدين اللي كيف انها سويه، يعني بالنهايه جنب القدس. جنب ولا جزء؟ جزء من القدس وجنب الاقصى، وانه انها في 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 بقعة مقدسه. اريحه كمان في لها خصوصيتها كمان الجميله، اللي هي خصوصيه اريحه يمكن لها اكثر بتاريخها العريق، بطبيعه مناخها بالشتاء، بطبيعة السكان اللي فيها. سكانها بسيطين كتير، كتير طيبين. طيب قولي لي، بالنسبة للدراسة، هلا أنت طالبة ماجستير كنتي، وشهادتك الأولى كانت من جامعة القدس المفتوحة. القدس المفتوحة، وأخذتي برضو تربية هناك ولا خدمة اجتماعية؟ خدمة اجتماعية. خدمة اجتماعية وأسرية. وأخذتي الشهادة الأولى من القدس المفتوحة في ريحة، وبعدين اجيت على الجامعه هون. اوكي. طب كيف لقيت الجامعه؟ شو الفرق بين هناك وهون؟ اكيد في نمط مختلف بنمط التعليم، لانه جامعه القدس المفتوحه هي بتعتمد اكثر على الدراسه عن بعد، وبتعتمد اكثر على الطالب قديش هو بده يتابع ويقرا، وانه هو يشتغل على ذاته اكثر. بجامعه القدس الوضع فيها يختلف، في تحفيز اكثر من الاساتذه، انه يشتغل، انه تحفيز اكثر للطلبه من قبل الاساتذه، انه يشتغلوا اكثر على حالهم، يبحثوا اكثر. طبيعه الواجبات كمان كانت تنعطى ما كانتش سهله، ويمكن لانه درجه الماجستير بدها اكثر جهد وبحث. الجزئيه الثانيه كمان طبيعه الجلسه بالصف الدراسي تختلف. في جامعة القدس يعني كان بعض الدكاترة عندنا يعملون على عصب ذهني عالي جدا، نطلع وإحنا حاملين في بالنا أسئلة كتير، نطلع وإحنا نفتش عليها. والسبب هو عصب ذهني أكثر من أنه هو يكون أسعي، أنه هو سعى أكثر للسعي للمعلومة أكثر من أنه يكون هو واجب أنا لازم أخذه معي وأفتش عليه في البيت. اختلاف نمط الأساتذة اللي أنا شفته كمان بجامعة القدس، جامعتي، تنوع في النمط، الشخصيات والدراسة كمان، هذا بيثري جانب جيد عندي. أنا بدي أكمل في هذا الموضوع شوي، بس بدي أرجع كمان مرة لورا لعائلتك. هلا قولي لي عن عائلتك، أنت عندك خوات، إخوة؟ إحنا خمس. أنت أول واحدة، ثاني واحدة؟ لا. شو اللي خلاك تمشي بهذا الطريق؟ وين ماشيين اخوتك، اهلك؟ انا نمره 4، احنا 5 صبايا وشاب، وانا نمره
أربعة زي ما قلت، زي ما بقولها حشوة الساندويش. حشوة الساندويش هو دائما الشخص اللي بيكون بيجي بالنص بيكون له شخصية مميزة ولكن مش مبين ما بين بقية الأخوة. أخوتي يعني كل شخصية، كل حد فيهم له شخصية مختلفة، ويمكن أنا شوي شخصيتي بعيدة تماما عن طبيعة شخصياتهم. عانت العائلة في أريحة من السنوات اللي عشتيها والاحتلال و... أكيد كل شعب الفلسطيني عانى، وخصوصا أنا من مواليد، يعني أنا عشت تجربة الانتفاضة الأولى ومتذكرتها تماما بكل تفاصيلها. والانتفاضة الأولى ما كانت سهلة، وهي أثرت على طبيعة شخصيتي وطبيعة شخصية أخوتي وكل الناس اللي مرت بالتجربة. إيجاباً أثرت أم سلباً؟ بالاتجاهين، بالاتجاه الإيجابي يمكن في أكتر عنا انتماء أكتر للأرض، بنحب الأرض كتير، لسه في قيم أخلاقية كانت جدا عالية بالانتفاضة الأولى انغرست فينا. الجزئية الثانية إنه يعني كان في الحس، يعني الحس الوطني كان اكثر بارز، اكثر بارز. طب قولي لي، طب يعني لما تقولي هذا الحكي انت بتعني انه اليوم القيم مش موجوده بنفس الطريقه؟ ما بقدر انا اقول هيك، هي موجوده ولكن باختلاف الزمان ووجود تغيرات كثيره. احنا بنقول من 87 لليوم 2013 هو في تغير كتير كبير في نمط الحياة. هذا أثر على توجهات الناس وأسلوبهم في الحياة، وكمان أثر على منظومة القيم الموجودة عندنا. وهذا التأثير هو عم بنشوفه أكثر على الشباب بالفترة الحالية. يمكن الإشي اللي عم بيصير، كيف يعني تشوفيه في الشباب؟ أوكي، أنا بس ممكن أرجع شوي صغيرة لورا. يمكن بالانتفاضة الأولى من الأشياء السلبية اللي إحنا واجهنا، أنا ما عشتش طفولتي لأنه كان في عنا دائما منع تجول. أنا بتذكر إنه حارتي شهر كامل كان فيها منع تجول لأنه ألقوا قذيفة على باص، ويومها شهر كامل أنا ما رحتش على المدرسة، وأنا ما كنتش أطلع ألعب بالحارة، وإذا بدنا نطلع نلعب بالحارة وشافونا اليهود معناته إحنا رح ضحايا، رح نتعاقب بطريقة معينة. بالفترة الحالية الشباب الحالي هو عنده وسائل ترفيهية مختلفة ومنفتح على العالم بشكل أوسع، ولكن بنفس الوقت التواصل الاجتماعي بداخل العائلة اختلف. أصبح ما في كتير تواصل بداخل العائلة. دور العائلة تغير كمان، في منظومة التربية في العائلة كمان تغيرت. أنت حكيت قبل شوي أنه بتشتغلي إلى جانب دراستك مع جماعة الشباب المسيحية في المسلمين، مسلمين ولا مسيحية؟ مسيحية في الريحة. شو اللي بتسوي هنا؟ أنا بشتغل على مشروع اسمه فرق الدعم النفسي. هذا المشروع انطلق بال 2003 بعد أحداث مخيم جنين، لأن كان ملاحظ بأنه بعد أحداث مخيم جنين أنه كثير من المؤسسات نزلت تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية بالمخيم، وكان في تضارب بالعمل أو ما في عمل ممنهج. الهدف من نعمل فريق دعم نفسي هو لتقديم الخدمات النفسية في المناطق المتضررة من عنف السياسي والاجتماعي بطريقة تكون أكثر منظمة ومرتبة. بينزل فريق كامل، مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من عدة مؤسسات تحت مظلة فرق الدعم النفسي. هلا أنت ذكرت العنف الأسري، السياسي والاجتماعي. السياسي والاجتماعي، شو الاجتماعي؟ الاجتماعي هي قديش مثلا العنف الأسري ممكن يكون جزء من العنف الأسري، ممكن يكون الأنماط العادات والتقاليد الموجودة بداخل هذا المجتمع وكيف هي عم بتأثر على سير هذا المجتمع. يعني مثلا لما بنقول زواج مبكر يعتبر هو عنف اجتماعي. الزواج المبكر عنف اجتماعي بالضبط.
عندنا كمان للشاب ولا للصبية؟ للجهتين، هو ما زال في زواج مبكر للذكور وخصوصا في المجتمعات البدوية. قديش نسبته؟ ما عندي دراسات محددة، ولكن باختلاطي أكثر في المجتمعات البدوية في التدخلات اللي عم بعملها من خلال عملي، عم بلاحظ إنه الشباب عم تتجوز 16-18 سنة. طب إيش، أنا يعني شوية مش واضحة الأمور لي، ليش هذا يسمى عنف إذا الواحد بتجوز بدري؟ يعني ليش بتسميهوش بس زواج بدري؟ 16 سنة هو لم يتخطص المراهقة، لسه نمو الجسدي لم يكتمل، وجسمه ونمو الانفعالي والعاطفي والاجتماعي لم يكتمل. نعم. وقرار ارتباطه هو بيكون هو جزء من هذا القرار، هو قرار العائلة. وبالإضافة للمغريات ممكن أنها تنحط قدام الولد، إنه إحنا بنعمل لك بيت وبنعطيك هالكم من غنمة وبتطلع بترعاهم وبتستقر في 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 بيت لك. في في في, في نوع يعني من، أنا مش شايف إن العنف في هذا، شايف كله مقبلات. في نوع إغراء. إغراء. هو إغراء. هو عم بيردوا له إغراء. ولكن العنف إغراء أو الإغراء عنف؟ في بعض الأحيان ممكن يستخدم كنوع من الاستغلال، إنه أنا لما بدي أستغل الطفل كيف بستغله؟ بس هل الاستغلال عنف؟ يعني استغلال سيء، بس هل الاستغلال عنف؟ أكيد أكيد. يعني أنا لما أفكر في العنف المجتمعي أو الأسري، بفكر في واحد بضرب ابنه، بضرب بنته كف، بضرب مرته، بضربها بوكس، بعرفش. يعني أنا هيك بفكر، وبفكر إنه يمكن العنف الأسري اللي أنتوا معنيين فيه إما بيكون هذا، أو إن ما كانش هذا هو يمكن الأساس مفروض يكون هذا، إذا كان هذا موجود. بعرف موجود هذا في مجتمعنا، العنف التعنيف الحقيقي بين أفراد العائلة موجود، وبالنسبة عالية. ويمكن إحنا في بالنسبة عالية لأنه أحد المؤشرات اللي هو عدد النساء اللي قتلت خلال السنة، احنا بنقول لغايه من بدايه السنه لغايه الان هو 14 امراه قتلت على خلفيه الشرف. الشرف، نعم. وهذا يعتبر من اعلى درجات العنف 100%. بس وراء، يعني ما وراء القتل، بتصور حالات العنف كثير اكثر، ولا انا غلطان؟ يعني تعنيف المراه مثلا في البيت يمكن نسبته كثير كثير اكثر من قتلها، او تعنيف الاولاد مثلا، حتى في المدارس يعني يمكن في تعنيف، بعرف. أوكي. انا معك، بوافقك، ولكن الدراسات هي اللي بتحدد قديش درجه العنف قديش وصلت عندنا. وانا ما راح اقدر احكي عن اي ارقام، لانه صدقا لم اطلع على ارقام النهائيه اللي احنا وصلنا لها، ولكن بنفس الوقت احنا عندنا كل اشكال العنف موجوده بمجتمعنا، سواء العنف الجسدي او المعنوي او العنف الجنسي، هو موجود. واللي بيشتغلوا في الميدان عم بيقدر يلمسوه بشكل كتير كتير واضح وكتير عالي. انا بس استغربت ليش لما ذكرت العنف اول ما ذكرتي كان قضيه الزواج المبكر، يعني مثلا ما ذكرتيش مثلا جريمه الشرف، أو ما ذكرتيش مثلا التعنيف اللي بيحصل في الأسرة، أو التعنيف الجسدي، أو اللي بيحصل في المدارس، اللي هو يمكن أكتر هيك لما يسمع الواحد عنف أكتر بفكر فيه مما بفكر فيه. بس ده أسألك السؤال الآتي، هل عودة لل 88 هذاك الوقت والوقت اللي احنا عايشينه اليوم، هل على علمك في ازدياد في درجة العنف المستعمل في المجتمع؟ يمكن مع انهباط القيم زي ما بتحكي شوي، يمكن سابقا بال 87 كان انشغال المجتمع الفلسطيني اكثر في فكره التحرر، في فكره القضيه الفلسطينيه، وقديش هو عم بيسعى بالنضال، كانت اكثر هي البارزه من قضايا العنف الاجتماعي. سابقا كانت موجوده، ولكن ما كان عندنا الوسائل الإعلام الموجودة، وما كانت البرامج الموجودة بالوقت الحالي اللي هي تبرزها أو توضحها. الجانب الثاني كمان نوع المستوى الموجود عند الناس،
حاليا في مستوى اعلى عند الناس، صارت الست تقدر تحكي اكثر عن العنف اللي هي عم تتعرض له، او صار الطفل كمان بيقدر يحكي عن العنف اللي هو عم بيتعرض له لانه صار يفهم ان انا في له حقوق. يمكن انا ذكرت الزواج مبكر، وعي اكثر في المجتمع، صار وعي اكثر في المجتمع. يمكن انا ذكرت اكثر مفهوم الزواج مبكر كمثال للجزئيتين. الجزء الاول لانه احنا بعض الاحيان بروح في فكره انه احنا خلاص خلصت من عندنا هذه الظاهره، لا هي ما زالت موجوده. الجزئيه الثانيه انا ضربت مثال على الشاب اللي بتزوج زواج مبكر، وانا ما تعرضت للصبيه، ما قلتش عن الصبيه، لانه اوكي احنا الفكره تلقائيا لما بنحكي زواج مبكر بنربطها في البنت. لا هي كمان موجوده عند الشاب. ويمكن لانه احتكاكي بالفتره الحاليه مع المجتمعات البدويه بخلال عملي عم بشوف اكثر بلمس هذا الجانب عندهم، وكيف الشباب عم بيفكروا وكيف عم بتصرف وسلوكياتهم، كيف بكون عمره 14 سنه وبيعرض عضلاته ان انا صرت شاب وانا بعد سنه ممكن اتجوز. يعني كثير من شغلك انت في الجمعيه مرتبط في العمل في المجتمعات البدويه؟ مش بالمجتمعات البدويه، هو المجتمعات المهمشه واللي بتتعرض لدرجه عاليه من العنف السياسي بالمقام الاول. العنف السياسي الثاني الإسرائيلي. بالضبط. تهجير، هدم، هجمات مستوطنين، اعتداءات مستوطنين أو اعتداءات يهود، بتدخل مع العائلات اللي بتتعرض لهاي الأضرار، وبقدم لها بالبداية بعمل لها تقييم، وبناء على التقييم نعمل تدخل نفسي. أنا دوري أن أعمل تدخل نفسي. وكيف درجة الاستقبال والنجاح بتحققوا؟ في قديش انتوا عددكم يعني اللي بتشتغلوا في هذا المجال؟ احنا بتحكي على مستوى الضفة مش هو؟ احنا بنحكي على 11 فريق موجود في الضفة. 11 فريق. وكل فريق مكون من؟ كل فريق ممكن يكون مكون من 25 شخص. هذول 25 شخص هم منتدبين من مجموعة من المؤسسات المحلية والموجودة، وبكونوا هم اخصائيين نفسيين واجتماعيين. بدي اقول لك هذا عمل تطوعي؟ لا لا انا موظفه، ولكن بقيه الطاقم هم بيكونوا منتدبين من مؤسساتهم. وبتجمعوا معلومات عن طبيعه عملكم، بتحطوا يعني مثلا استنتاجات عن شو اللي بتسووه، توصيات تطلعوا فيها مثلا للسلطه للمجتمع؟ بالضبط. في جزئيتين. الجزئيه الاولى انه احنا كطاقم بنجتمع مره واحده بالشهر، مثلا انا بطاقمي مع اريح بنجتمع مره واحده بالشهر، بنحكي على خطه الانشطه، الخطه يلي احنا بدنا ننفذها والانشطه اللي قدامنا ننفذها، وبنحكي كمان عن شو الاشياء اللي عم بنشوفه بالفتره الحاليه، بنحاول نتناقش فيه ونطلع في 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 نتائج جيدة وإيجابية. الجزئية الثانية إنه كمان الجمعية بكل 8 شهور هي بتطلع تقرير كامل بتحكي فيه عن إنجازات ال 11 فريق وكل الأعمال اللي إحنا عملناها. أوكي، يعني أنا بتصور يعني كل الاحترام للشغل هذا، بتأمل يعني مزيد من النجاح. وحكيك عن الأبحاث، وخاصة قبل فترة أنت فزت بجائزة بحث اللي على مستوى العالم العربي زي ما أنا فاهم. ممكن تقولي لنا شوي مين المنظمة هذه اللي أعطت الجائزة؟ كيف أنت قدمتي لطلب إنه تعرض حالتك على هذه المنظمة؟ كيف فزتي بهذه الجائزة؟ وش سويتي في الفلوس بعدين أخذتيها؟ إذا أبطي ولا لسه؟ لا لسه ما أبطش. بتوقع الشهر الجاي رح يكون إن شاء الله توزيع الجوائز الشهر الجاي. هي اسم المنظمة منظمة المرأة العربية، هي من بثقة عن جامعة الدول العربية. منظمة المرأة العربية هي منظمة تعنى بقضايا المرأة، وبكل سنتين بيعمل مسابقة منح بحثية للعلوم الاجتماعية. طلبة الماجستير والدكتوراه هم المرشحين انهم يقدموا لها. انا كنت قارئة قبل ما ابلش بالماجستير، كنت قارئة بجريدة انه اعلان عن مسابقة، وسألت عنها بالضفة
ما حد ساعدني. لما دخلت الجامعة وبلشت بدراسة وبلشت أجهز برسالتي، بلشت أفتش على الويب سايت للمنظمة، والإشي الإيجابي عندنا بالجامعة إنهم هم بعلموك إنه كيف تضلك تفتش، يعني ما تقول أنا ما بعرف أو ما تقول ما مش عارف توصل لمعلومة. هذه الكلمة كان الدكتور يحكي لنا أكثر كلمة بكرهها، تقول لي مش عارف توصل لمعلومة، بدك تجيبها من تحت الأرض. وهذا الإشي اللي غرسوه فيه الدكاترة، خصوصا دكتور إياد الحلاق، خلى عندي إنه لا أنا بدي أعرف هاي المنظمة وينها. فبحثت أكثر وقدرت أن أوصل لها، وقرأت الإعلان للمنظمة، إعلان المسابقة، وكانت الشروط تنطبق على رسالتي وتنطبق على الوضع الحالي لإلي. قدمت، قبل ما أقدم أوراقي استشرت دكتور إياد اللي هو كان مشرف رسالتي. هو الدكتور إياد دكتور علم نفس؟ وبعلمك أخذتي مساقات معه وأشرف على رسالتي؟ أخذت مساقات معه، هو من الدكاترة اللي أثر علي من ناحية بجانب العلمي. هو متخرج من فرنسا؟ من فرنسا. أكثر شخصين، أكثر ثلاث شخص أثروا فيي من دكاترة، دكتور إياد الحلاق، لأنه كان دائما بيعمل عصف ذهني إنه روح فتش على المعلومة، ما تجيش تقولي مش ملقيتها. دكتورة سهيرة صباح، الدكتورة سهير أروح أعمل لها واجب وأنا موافقة عاملة تمام، بالآخر أطلع أحكي لها، يعني حاسة حالي طالعة بخفاي حنين إنه كل الشغل تهدل لي إياه ورجع برش من أول وجديد. وهي الثقة إن أنا دكتورة سهير علم اجتماع ولا غلطان؟ هي علم اجتماع تربية. كتير بشكرها دكتورة سهير لأن كانت كتير تشد على داني، إنه يعني شدي هون إيش هذا اللي كتبيته، هذا حكي بما حكى تقول لي. فمرات أسلوبها كان يستفز عندي إن أنا لازم أبحث أكثر. دكتور ثالث، دكتور الثالث يلي هو دكتور سمير، دكتور سمير كان أكثر، سمير شقير، كنت أكثر داخلة معه بتحدي، موضوع تحدي، لأنه أول مرة أعطاني علامة وأنا ما كنت راضية عنها، كنت شعر بظلم. المرة الثانية دخلت قلت له أنت أعطتني علامة وأنا مظلومة فيها، ولكن أنا رح أثبت لك إن أنا بستحق العلامة الأفضل. وكان كتير ناس عم بتفرجوا إنه بدنا نشوف آخر التحدي لوين بده يوصل يا هانية. وخوفونا، قالوا له رح يحملك المادة. قلت لهم أنا ضامن مش رح يقدر يحملني المادة، لأنه فيش إشي بين إيدي يقدر إنه يحملني المادة عليها. بالفعل الحمد لله جبت معه علامة عالية بالمساق، ولكن علمني إشي كتير مهم، إنه مرات لازم هيك في أشياء هيك لازم على الطاير ألقطها. زي كان كتير مرات يعمل فينا تركات بالامتحان، وأنا كنت فخورة إنه أنا وكمان بنت تانية من 30 طالب بدنا نلقط التريك اللي كان عنده. كل الاحترام. طب نرجع للجائزة، فأنت وجدتي وين المنظمة وكيف تقدري توصلي لها، وجدتي إنه الشروط تنطبق عليك بتقدري أنت تتقدمي، طلعتي شفتي إنه لازم تعملي بحث، اخترتي تعملي بحث، كيف اخترتي؟ أنا كنت مجهزة البحث، يعني من ضمن الشروط إنه لازم يكون أنا مناقشة البروبوزل، وأنا كنت مناقشته مخطط البحثي، كنت أنا مناقشته مع الدكاترة وكان موافق عليه، وهذا أحد الشروط. بالبداية كان في اعتراض على عنوان البحث، وإنه اختيارك لعينة مجتمع دراستك إنه شو بخليك تروح بهذا الاتجاه اللي هو أنا كنت عاملة على مستوى الرضا الوظيفي للنساء العاملات بالمستوطنات الإسرائيلية، وعلاقته بالتوافق النفسي الاجتماعي. واختيار النساء العاملات بالمستوطنات الإسرائيلية ما كان قرار سهل. اختارهم مين؟ بأريحة 720 امرأة. في المستوطنات اللي في الغور يعني؟ بأريحة والأغوار. أريحة والأغوار؟ 720 امرأة، كلهم من الأغوار ولا من أريحة؟ من أريحة والأغوار 720. شو بيشتغلوا هدول؟ بيشتغلوا بثلاث أو أربع قطاعات، قطاع الزراعة والمصانع وخدم المنازل، خدمات عامة،
وعدد جدا قليل لا يتعدى الخمسة أو العشر، عشر صبايا بيشتغلوا في قطاع السياحة. طب قولي لي هدول الإناث قديش عدد اللي عاملين من الذكور في المستوطنات؟ عندك فكرة؟ في اختلاف بالأعداد لأنه ما في ثبات ثبات واضح بالعدد. احنا بنقدر نقول أكثر من 7000 في عدد العاملات، كثير أقل. العمال الذكور العاملات 700 بس، يعني 10%. حتى ولو 10% بس، كمان 10% مش نسبة قليلة. 10% بدي أسألك سؤال بس يمكن تزعلي منه. طب أنا لو أمامي 7700 هيك أنا بقول بفكر طوالي أروح أشوف شو قصة 7000 مش 700، شو رأيك؟ يمكن ولا ما حتحيزة للإمرأة أنت؟ أول شيء عندي تحيز للمرأة لأنه سبق واشتغلت في هذا المجال. الجزئية الثانية إنه دائما بينحكى كثير عن الذكور العمال بالمستوطنات، كثير نحكى عنهم في درس كثير عنهم، عن الرضا الوظيفي اللي عندهم. لا مش عن الرضا الوظيفي، عن وضع العمال بالمستوطنات الإسرائيلية. ولكن النساء ما في دراسات نحكت عنهم، في حجاب وفي كأنه في تابو عليهم إنه هاي منطقة ملغومة ما حدش يقدر يحكي فيها، منطقة محرمة. فأنا حبيت أن أكسر هذا المنطقة المحرمة، حبيت أن أكسرها وأنا أدخل وأعرف أكثر عنها وأحكي فيها. ليش حبيت تكسري منطقة محرمة؟ يعني محرمة ليش تكسريها؟ لأنه لازم إحنا نكون واعيين تماماً بديناميكية المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، شو الإشي اللي عم بيصير فيه بكل تفاصيله. ما بينفع نقول خلاص أنا ما بدي أشوفهم، هدول ما هم عايشين حياة منيحة، أنا مش داعي أن أنا أطلع لهم. لا، بدي أفهم هم كيف بيعيشوا، كيف نمط حياتهم، هل هم راضيين عن حياتهم؟ يعني هل هم راضيين عن عملهم هناك؟ إشي مستور، ليش ما تخليهوش بحاله؟ يمكن لا، أنا بفكر كتير مهم، هو نوع يعني أنا بقدر أقول هو نوع من أمراض المجتمع. ابن خلدون حكى لنفهم أمراض المجتمع يجب أن ندرسه. فلازم نكشف عن اللي موجود بالضبط كخطوة أولى حتى أنه نصلح فيه بالضبط. فمش لازم أنه إحنا نحط حجاب على عيوننا 100%. وهذا كان الهدف من دراستي، أنه أنا أكثر أحكي عن وضعهم، عن ظروفهم، هل هم راضيين؟ ولو راضيين ليش راضيين؟ ولو مش راضيين شو الأسباب؟ توافقهم النفسي، هل هم عندهم شو يعني توافق نفسي؟ توافق نفسي قديش هم قادرين أنهم هم يشعروا بأنهم هم عم بحققوا رغباتهم واحتياجاتهم، وقديش هاي الرغبات والاحتياجات تتوافق مع ذاتهم ومع المجتمع الموجود حواليهم. وخصوصا يعني أنا طرقت لهذا الجانب لأنه كمان في وصمة اجتماعية على النساء العاملات بالمستوطنات إنه أكثر من على الرجال. أكيد، لأن هي باحتكاك مع العدو، هي عم تخدم فيه، هي كمان عم تدخل بيوتهم. والجزء الثاني، نسبة من الصبايا اللي بيشتغلوا بالمستوطنات احنا بنلاحظ انهم بترتفع نسبة الأنوثة عندهم، ما بيتزوجوا جزء منهم لأنه الوصمة المجتمعية كانوا ختم. والرجال بيشتغلوا في المستوطنات الإسرائيلية، ما المجتمع بيذنبهمش بنفس الطريقة أو على نفس ما بيذنبهم بنفس الطريقة لأنه إحنا في مجتمع ذكوري. إحنا في مجتمع ذكوري. ولأن كمان طبيعة الحياة اللي عم بتصير هناك هي مختلفة. النساء هي بتتعرض لتحرش جنسي في عملها بالمستوطنات. جزء من النساء يلي هم بيشتغلوا، يعني أعطيك مثال، في إحدى الدراسات اللي أنا لقيتها لصباح 2009 كان عاملها للنساء اللي هم من منطقة قلقيلية ومناطق الشمال، هم بيضطروا إنهم يناموا، الستات يناموا أسبوع كامل في المستوطنة أو داخل الخط الأخضر، لأن هي ما لا تمتلك تصريح، ما بتقدر ترجع البيت. فغياب عن بيت أسبوع كامل وإن هي داخل الخط الأخضر في حال ذاته بيخلق مشاكل. طيب السؤال الملغوم يمكن هو إنه أنت عملتي دراسة شفتي هذه النساء تشتغل في المستوطنات، تشوفي إذا في عندها رضا وظيفي، هل عندها رضا وظيفي بشكل عام؟
للأسف هم طلعين راضيين عن عملهم بدرجة متوسطة. طب ايش اللي بيخليهم راضيين هناك في العمل ومش ممكن تلاقيهم راضيين في عمل خارج المستوطنة؟ الرواتب، الاستقرار، الانتظام، طريقة المعاملة معهم. بنقدر نقول في مجموعة من الأسباب. في عندك الأسباب ظروف العمل، اللي هي ظروف العمل جزء منها على حسب مكان العمل. يعني مثلا في العاملات كخدم منازل عندهم رضا أعلى من أي نساء أخريات، لأنه هي هناك بتقول أنا في بيت مسكر، في احترام وتقدير لها هناك، في راتب جيد. هي على كل بيت بتنظفه بتاخذ لا يقل عن 150 ل 200 شيكل. فإذا نظفت لها في النهار بيتين هذا 500 شيكل، ضربهم لاخر الشهر. فجزء منه الراتب وجزء قلتي التعامل انه تعامل لطيف، يعني جيد، يعني العرب ما بيتعاملوا مع بعض في تعامل باحترام. العرب ما عندهم الاحترام هذا بين بعضهم. أنا بحكي على شريحة خدم المنازل. نعم. في الأعمال الثانية يختلف الوضع. في أكثر بالأعمال الثانية زراعة أو صناعة في انتهاك أكثر لحقوقهم. في طريقة التعامل أقرب إلى العبودية. ولكن هم راضيين عن عملهم لأنه أول إشي ما في قدامها خيارات. هي عم بتحقق استقلالية وعم تعمل دخل مادي وعم بتوفر احتياجاتها واحتياجات أسرتها. والجزئية الثانية كمان وكأنه في بعض الأحيان لما إحنا نكون متضايقين من العدو أو من الشخص الآخر بنصير نقول نتناهى مع هذا الآخر. هذه رجعة لابن خلدون مرة ثانية شايف. وهي كمان مدرسات من التحية الدفاعية اللي أخذناها بالمساقات، إنه في إيش اسمه التماهي مع العدو، إنه إحنا أكتر بصير نقول هو أحسن منا، ما أحسن منا. وكتير بنسمع هاي كلمة اليهود أحسن منا، وكأنه عشان إحنا نبعد الألم اللي بداخلنا نتماهى مع الآخر مع العدو. وعشان هيك مرات بنلاحظ إنه حتى طريقة لبسهم للمناديل الصبايا اللي بيشتغلوا بالمستوطنات هي صارت أقرب للستات اللي بيشتغلوا الستات المستوطنين مستوطنات. طريقة دفع للحجاب لورا زي المستوطنات. فكأن كمان في نمط اللبس تلقائيا عم بنروح بتماهي مع الآخر. طيب وهذا موجود بس بين الستات والرجال بتصور؟ موجود بين الرجال، والدليل لما نسمع الشباب بيحبوا يسمعوا الاغاني العبريه او بيحكي كلمتين عربي وكلمه عبري عشان انا بعرف اللغه الاخرى. فهي موجوده. طب بدي اسالك، صادفتي قصص فرديه اللي مثلا وجدتيها مؤلمه في يعني محادثاتك مع هذه الشريحه من الناس؟ يعني اوكي الجميع عنده رضا وظيفي، هل صادفتي شخص شكله متالم لوضعه؟ انا كان بحثي اكثر كمي واستبانات، ولكن لما كنت قاعد احكي معهم بتفاصيل وادردش معهم تطلع معي التفاصيل يمكن انا ما قدرت اضيفها برسالتي، لانه هي كانت باتجاه كمي مش باتجاه نوع المقابلات. بالمقابلات كنت احدى السيدات كانت بتقول لي انه انا الشغل كتير متعب، في مصنع من مصانع موجودة في معلق أدمي من هو المغاسل مكان جدا صعب، ساعات عمل طويلة بتقول من الساعة 7 صباحا إلى 9 ليلا، مدة الاستراحة ممكن تكون ساعة بس مقسمة نص نص، بالنص ساعة إيش بدها تعمل خلال 16 ساعة متواصلة هي عم تعمل فيهم. المغاسل هم بيجيبوا كل الشراشف والحرمات المستشفيات بغسلوها في هذا المكان. فبتقول احنا بنشوف اعضاء، مرات بتكون بين هاي الشراشف بنشوف اعضاء، بنشوف بتقول مره شفنا جنين كامل مرفوف بحرام، مره بتقول لي انه شفنا قطع من جسم بني ادم بتكون موجوده. فهذه كمان مناظر لما بشوفوها كثير مؤلمه. طيب انا حابب انه ابعد شوي عن الالام وانتقل للامال. هلا انت تقريبا تخرجتي،
كماجستير من جامعة القدس، شو بتتأملي، شو بتتطلعي لقدام تساوي؟ سمعت كتبتي رسالة لرئيس الجامعة بدك تتوظفي في الجامعة، مظبوط؟ هذا ما أطمح له، هذا طموحي، إنه خبراتي العملية اللي كسبتها بالميدان وخبراتي العلمية إني أنا أقدر إني يعني أساعد إني أعرضها على الطلبة، أو مش أعرضها على الطلبة، خان التعبير، إني أكثر أستثمرها مع الطلبة، لأنه بتوقع إن هاي الخبرات هي حتساعدهم لما بينزلوا تدريب ميداني أو بينزلوا بسوق العمل. الجزئية الثانية كمان، أنا عندي طموح بإن أنا أكمل تخصص دكتوراه إرشاد أسري وعلاقات زوجية، لأنه متخصصات نادرة في المجتمع العربي وغير متوافر في فلسطين. طيب، أنا بتمنى لك كل النجاح، وبتمنى على رئيس الجامعة أنه يكون شاف هذه المقابلة وسمع لك، وأنه يأخذ بعين الاعتبار رسالتك. طبعا الموضوع مرتبط بأساتستك في دائرتك، بس كل الاحترام لشغلك الحقيقة إليك ولزملائك، وكل الاحترام أنك حصلتي على الجائزة، وإن شاء الله مزيدا من التقدم والنجاح. أنا بشكرك جزيل الشكر للوقت اللي أعطيتني إياه، وبشكر فريق العمل على جهودهم، وسعيدة جدا بلقائك، وأنا بانتظار رد من رئيس الجامعة على إيميلي، وبشكره كتير إنه هو قرأ الرسالة. أنا كنت بتوقع إنه رئيس الجامعة ما رح يقرأها. رئيس الجامعة بسمع عنه إنه بقرأ كل شيء، دير بالك. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا فيك، شكرا.